تقول إن بعض الناس يعملون سيئا سيئا، مثل الكذب أو النفاق أو الهمز واللمز، وعندما أقول لهم هذا الشيء حرام وأن الله يحاسب عليه كما جاء في القرآن الكريم، يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم. فماذا تقولون أنتم لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. نقول لهم هذا غرور وجهل بالله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يعمل المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم. الله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب واستغفر ربه عز وجل، أما من يعمل السيئات ويحيل على العفو والمغفرة هذا غرور من الشيطان، وهذا يكون من خداع الشيطان لبني آدم، ويكون هذا من الأمن من مكر الله عز وجل. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما أن الله جل وعلا غفور رحيم فإنه شديد العقاب، وقد قرن بين ذلك بين هاتين الصفتين في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله جل وعلى كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، كيف يأخذ الإنسان جانبا ويترك الجانب الآخر فيعتمد على المغفرة والرحمة وينسى العقوبة والانتقام وشدة العقاب لمن خالف أوامر الله، ولا سيما إذا تساهل فيها، فإن الذنب أعظم إذا أتاه الإنسان عن تساهل وعدم مبالاة. فهذا من الغرور والخداع من النفس الأمارة بالسوء والخداع من الشيطان الرجيم. والواجب على المسلم أن يعظم حرمات الله. قال تعالى ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. وفي الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الإنسان يسر بالطاعة ويحزن ويخاف من المعصية، هذا علامة الإيمان. أما الإنسان الذي يتساهل بالمعصية ولا يفرح بالطاعة فهذا دليل على ضعف إيمانه أو قلة إيمانه. نعم.